نعلن لأبناء شعبنا الكريم سيتم تقديم خطة عمل الحكومة بشكل مفصل في وقت لاحق، ولكن نحن نراهن على الزخم والدعم الشعبي والذي لمسناه منذ دخولنا لطرابلس، وكان استضافه في كل أنحاء البلاد شرقا وغربا وجنوبا. حيث قمنا بجملة من المعالجات المالية والاقتصادية كرفع المرتبات المتأخرة وتوفير السيولة النقدية. والله إلا كذب، كله كذب، ولا عاجبك المصرف اللي هناي، والله الواحد يبكي. ومعالجة مشاكل الكهرباء والطاقة. المأساة اللي نعانوا فيها للضيفات حتى العشر ساعات. حان وقت العمل.